اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هيكون ضيفايا في هذه الفقره كريم سعيد واحمد ثابت. انا ما غلطتش في الاسم اهو الحمد لله. كريم سعيد ازيك يا كريم؟ ده كابتن سعيد. اخبارك ايه؟ الحمد لله. شرف منور. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ايضا احمد ثابت ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ دايما منور ومتالق. ربنا يخليك يا حبيبي. كريم انا خليني ابدا معاك الاول قبل ما نتكلم عن الكوره والاهلي واللي بيحصل والدنيا ماشيه ازاي، لكن خليني اتكلم عن تنس الطاوله بما انك يعني ضليع في اللغة العربية. بما انك يعني كنت لاعب سابق في وحالي في الاهلي وحالي في الرواد فبالتالي في الرواد يعني ماشي يعني ممكن اجي العبك. فعمر عصر الحقيقة عامل شغل رائع جدا، عامل طبعا. شغل كويس جدا، ولكن حظه ان هو هيلاعب نمرة واحد على العالم اثنين نمرة اثنين على العالم وبعدين واحد من اقوى الناس اللي يعني بقاله كتير قوي ما اتغلبش. هو مالونج عامة في تنس الطاولة ممكن الناس يعني لو قارناه بالكورة هو بيلي مثلا يعني. يعني لو مثلا بتقول بيلي في الكورة هو مالونج في عنده كام سنة تعرف؟ مالونج دلوقتي اعتقد حاجة و30 صغير يعني. مالونج يعني نتكلم بطل عالم وهو مثلا عنده 19 سنة. ياه 16 سنة؟ 19 19 يعني بتتكلم لعيب طبعا حاجة فظيعة، لعيب اسطوري. مضارب تنس الطاولة اللي احنا بنشتريها باسمه طبعا عمر برضه ليه مضرب باسمه، لكن مالونج يعني مالونج ده حاجة حاجة اسطورية يعني كتب عليه كتب. راجل دخله السنوي من تنس الطاولة 20 مليون دولار يعني. ياه بنتكلم على واحد يقترب من لعيبة الكورة. طبعا دي حاجة مش سهل، بس انا عايز اقول حاجة الاسلام اللي عمله النهاردة عمر ده ضد المنطق، مش بس تبقى الناس طبعا الناس بس عشان عالم تنس الطاوله ربما الناس مش ملمه بيه شويه. اللي عمله عمر النهارده في دور ال 32 في وجهه نظري اكتر من 16 في ال 32 ماتش مع ماتياس فالك لاعب السويد ده اعجاز. ليه بقى؟ طبعا في الاولمبياد احنا بنلعب بيست اوف 7 ما بنلعبش بيست اوف 5. بيست اوف 7 يعني بنلعب اللي ياخد اربع اشواط هو اللي بيكسب المباراه. ايوه ماتياس فالك كان متقدم 3-2 اصلا، والنتيجه دي كويسه جدا لعمر على فكره، نتيجه ممتازه يعني. عمر بقى رجع من 3-2 يعني ماتياس ناقص له شوط واحد ل 4-3 ويكسب خلاص. عمر رجع 4-3 على بطل العالم، برضه ماتياس فالك ده بطل العالم وتصنيفه العالمي التاسع. لا كان هو لغايه يوم 27 في التصنيف صدر النهارده الصبح هو التاسع ومتقدم على تيم بول طبعا الاسطوره الالمانيه. برضه هو خرج النهارده من لاعب كوريا الجنوبيه. فالناس لازم تعرف اللي عمله عمر النهارده ده ضد المنطق. ضد المنطق في الماتشين بس ماتش الدور ال 32 اكتر كمان بالنسبه في وجهه نظري انا الشخصيه كان اقوى من دور ال 16 لان لاعب تايوان طبعا لعيب خبره وكل حاجه بس 41 سنه. فاعتقد عمر استغل موضوع فارق السن، في فرق 10 سنوات. عمر قدر يستغل الحته دي في الجزء البدني. احنا برضه بنتكلم مباراه ممكن السبع اشواط دول ممكن يتلعبوا في ساعه او ما يقرب من ساعه او ساعه وشويه. فطبعا عمر ان شاء الله يعني في وجهه نظري طبعا عمل انجاز، اول لاعب عربي في التاريخ يوصل لدور الثمانيه في الاولمبياد. عمرنا ما قلناها قبل كده. طبعا كافضل مركز الكابتن سيد لاشين لما وصل دور 32 في اولمبياد لندن، وبرضه كانت افضل حاجه. طبعا 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 كابتن سيد لاشين برضه بنتكلم على اسطوره يعني، لكن عمر الحمد لله ان هو قدر يوصل للدور ده. وباذن الله يعني طبعا احنا عشان نكون واقعيين واقعيين تماما نسبتنا في ماتش بكره 10%. ياه 10% عشان نكون واضحين جدا جدا. كويس كويس عشان الناس تبقى فاهمه. احنا فرصتنا في ماتش بكره 10%. مالونج النهارده كان بس عنده النهارده كسب 4-1. ربما اللي تابع الماتش كان عنده بعض العصبيه، هو حاسس ان الامور يعني اسلوب لعبه اللي متابع مالونج مش هو الدنيا مش ماشيه معاه. كان عنده ازمه، بس طبعا كسب 4-1 بسهوله ما عندوش ازمه. بكره ان شاء الله باذن الله عمر يحول المباراه يبقى اول تارجت يبقى مباراه تنافسيه، يعني بنروح ونيجي مع بعض. ما تبقاش كذا ما تبقاش يعني وان سايد جيم يعني. لو تحولت لنافسيه باذن الله ليه لا؟ ان شاء الله ربنا يكرمنا وليه لا ممكن عمر باذن واحد احد يصعد سيرت ان شاء الله يا رب. يا رب ان شاء الله.